مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من قلب الروض الذي يدرس به الطفل الحسين. الذين كلنا أمل بأن نجد هذا الطفل في أقرب وقت ممكن، لأن الأسرة ديالو بطبيعة الحال أسرة مكلومة، أسرة بسيطة جدا. فالكل يتساءل حول مصير هذا الطفل، والسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي مواصلة الجهود ديالها من أجل تكثيف الجهود من أجل إيجاد الطفل الذي خرج بطبيعة الحال من هذا الروض، وبعدما أخذته الأم ديالو واختفى في ظروف غامضة. ربما غادي نقربكم أكثر يعني من المربية ديالو اللي غادي تحكي لنا بعض التفاصيل على المباشر، يعني باش أنها تنور الرأي العام ديال المغاربة اللي كيتسألوا يعني المربية ديالو اللي بطبيعة الحال اللي غادي تحكي للمغاربة يعني كيفاش هاد الطفل اختفى، ويعني الساعات فاش خرج عندها. يعني غادي تنور الرأي العام على المباشر على قناة شوف تي في بطبيعة الحال، اللي يعني اللي غادي فمعنا الأستاذة ديال الطفل الحسين اللي مختفي بطبيعة الحال، اللي غادي تقول لنا كيفاش اختفى وتعاود لنا التفاصيل ديال هذا الاختفاء. المهم التلميذ الحسين جا عندي مع نزل بورتال التلميذ الحسين جا عندي مع 8 وخرج هنا مع 12، وملي وصلت 12 جات الام ديالو خداتو من الروض. وملي داتو مع ديك جوج خرج، ملي داتو كان المهم تغدى معاها وشافتو، ومع ديك جوج خرج كيلعب برا. ملي كيلعب برا شافو واحد العام ديالي، قال لي اش كدير برا؟ قال لي كنلعب. صافي قال لي دخل، ما بغاش يدخل. وصافي تبعو للدار، قال لي اعطيني الحلوه، قال لي واخا سير حتى من بعد وجي باش نعطيك الحلوه. صافي وملي وشويه ملي دازت ديك نص ساعه جات الام ديالو كتقلب عليه وكتغوت وكتدق الديور، وكلنا تخلعنا وكنخرجوا وكنقلبوا، ما خلينا الطابله صافي، ما خلينا حتى شي بلاصه ما قلبناها. صافي ودرنا زعما باحت وكنا كنجري وهادي وهادي، ما خلينا الطابله صافي ما قلبناها. صافي ملي وصل المغرب حتى سميتو كنوصل المغرب، صافي صافي تصدمنا صراحه، تصدمنا. قلنا هذا يمكن اختطاف، زعما ما كناش كنتوقعوا بلي شي نهار غتوقع هاد الكارثه في الدوار، وكنا كنشوفوا داكشي غير في التلفازه، ما كناش كنظنوا بلي واحد النهار غادي يوقع هادشي في الدوار، حيت الدوار محترم ما فيهش كاع البراني، حنا غير عائله المهم بسيطه ومحترمه، ما عندناش كاع البراني وما عندنا عداوه مع حتى شي واحد. ولكن شي حد اختطفو ولا شنو؟ داكشي اللي كنقولو، حيت الدري ديما ديما كيلعب، ديما كيلعب حدا الدار، عمرو ما مشى لحتى شي بلاصه. وداكشي اللي كنقول يمكن الدري تختطف، المهم دا شي واحد، هادشي اللي كنقولو. المهم كنشكر السلطات بارا، كنشكروها بزاف. و كي دايره الحاله ديال الام والاب، يعني ربما انت العائله ديالهم؟ صراحه حاله لا يرثى لها، حاله لا يرثى لها. الام ديالو مرضات مسكينه، مرضات مسكينه، حيت ملي ساقت الخبر صافي مرضات، كتبقى تقول لهم غير جيبوا ليا ولدي، واش واكل واش شارب، غير جيبوه. يعني واحد الحاله لا يرثى لها. يعني فاش الحسين ديما فاش كيخرج عندك، يعني فين كيمشي؟ واش لا ما كيمشي، كيخرج ما كي اصلا ما كيخرج، حتى كتجي الام ديالو تديه ولا اخوه، المهم حتى كيجي والديه يديوه. صافي كيخرج كيخرج يلعب حدا الدار، ما كيمشي حتى شي بلاصه غير حدا الدار. هذا الشيء اللي غنقول لكم. كنشكر الأستاذة ديال الطفل الحسين أو المربية ديالو اللي يعني حكت لنا بعض التفاصيل ديال الاختفاء الغامض، ولا قضية رأي عام، قضية رأي عام محلي هنا بإقليم شتوكا إتبها، والسلطات وعناصر الدرك الملكي تواصل الجهود ديالها من أجل البحث المتواصل على هذا الطفل المختفي. أنتم كما كتشوفوا يعني هذا هو الروض الذي يدرس فيه هذا الطفل الحسين اللي كيبلغ من العمر 4 سنوات. بطبيعة الحال أملنا كبير في أن يتم العثور عليه حيا يرزق، ويتم الإعادة ديالو إن كان قد اختطف. يعني كنشدو من هذا المنبر يعني اي شخص يعني عنده معلومات او شيء باش انه يبلغ على
هاد الطفل، لأن صراحة الأسرة ديالو الوضعية النفسية ديالهم جد منهارة، وبطبيعة الحال حتى شي واحد ما كيبغي أنه يفقد أحد يعني الأعضاء ديال الأسرة ديالو وأحد فلذات الكبد ديالو. أنتم كتشوفوا فالقرية يعني قرية متواضعة جدا، وأيضا حتى يعني ناس بسطاء، ناس يعني ربما تغلب عليهم الحشمة والوقار وتغلب عليهم سمة الاحترام. وكنت نتمنى يعني ان ما نبقاوش نشوفوا هذا المسلسل ديال الاختفاءات الغامضه، وما نبقاوش نشوفوا يعني الاطفال ديالنا يذهبون ضحايا. يعني ربما يمكن ان نسمي هذا الامر يعني ارهاب جديد، يعني يحدق بفلذات اكبادنا واطفال المغرب. فهذا الاختفاء تبقى علامه استفهام كبيره، يعني اين اختفى الحسين؟ ما مصير الحسين؟ هذه كل اجابات كنتمنى اننا نلقاو لها جواب بطبيعه الحال عما قريب، على امل أن يتم العثور عليه. لأن يعني هذا الدوار اللي هو أيت حمو التابع ترابيا لجامعة واد الصفا إقليم الشتوكة إتباها، كله يعني خارج كيقلب يعني أطفال صغار شيوخ شباب، أيضا العائلة ديال أيت وكريم اللي يعني تواصل الجهود ديالها من أجل أنها تلقى الفلذات ديال الكبد ديالها، وأملنا أن يتم العثور عليه في أقرب وقت ممكن. كان معكم من هنا من قلب دوار أيت حمو تابع الجامعة الترابية لواد الصفا، نقلنا لكم يعني هذه المشاهد الحصرية والتصريح الحصري للمربية والأستاذة ديال الطفل الحسين الذي اختفى في ظروف غامضة، وكنتمناو أنه يتم العثور عليه في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. انتم اخواني الكرام، يعني هذا هو الدوار كما كتشوفوا، المنطقه بطبيعه الحال اللي يعني لا زالت الجهود مواصله من اجل ايجاد هذا الطفل اللي اختفى يعني الساعة. إخواني الكرام، فالكل يتساءل أين اختفى الحسين؟ أين اختفى؟ ما مصير الحسين؟ هل الحسين يعني قتل؟ هل الحسين يعني اغتصب؟ هذه كل أسئلة مشروعة وفرضيات كتبقى واردة بطبيعة الحال. الدوار كامل ومقلوب يعني رأسا على عقب كما كتشوفوا بطبيعة الحال، من خلال هذه المشاهد الأولية، من خلال بطبيعة الحال يعني يعني الصور التي ننقل لكم من قلب أدوار أيت حمو تابع ترابيا لجامعة واد الصفا. صراحة شيء كبير يعني واقع هنا، شيء ربما يندر يعني بتفجر مجموعة من الحقائق اللي كنتمنى أنها تكون حقائق وأخبار سارة عما قريب. فمختلف العناصر، مختلف السلطات مواصلة من أجل إيجاد الطفل الحسين. فعملية البحث والتفتيش والتمشيط لا زالت متواصلة إخواني الكرام. فكنتمنى من الله أنه يتم إيجاد الطفل الحسين عما قريب بحول الله تعالى وبركته. بغيتي تصور دير لي بلون فيكس واختاري لاريير بلون تتقى الدور وكار تخرج هذاك الشيء واش يعجبهم هذا الشيء. سي لايف، هذا لايف مباشر. لا قال لك صور كما بغيتي. انا عارف اش كندير اخي. شكرا، الله يحفظك. انا بغيت نوريك عرفت. وي وي اكزاكتومون. شكرا.